بون، السلام عليكم خاوتي اخواتاتي، مرحبا بكم من جديد خاوتي. اليوم نحكي لكم حلقه السابعه تاع خونا داود، نحكي لكم كيفاش الحلقه السادسه كيفاش حتى دخل الى هنغاريا، ومن هنغاريا كيفاش دخل حتى النمسا، يعني مشي بزاف يعني بصعوبات، وكنا قال لك ربي ما مات يعني جمد من البرد. المهم دوكا خاوتي بعد ما دخلوا الحدود تاع النمسا راح يحكي لنا واش صرا لهم، واش ما صرا لهمش، كيفاش كانت الحياه ثم، وين راحوا، من ما راحوش، ما ناش عارفين. ممكن تكون الحلقة الأخيرة، ممكن ما على بالناش، حنا رانا نحكي ولا هربي كي وقت ما جات الحلقة الأخيرة جات. مرحبا بك خويا داود مرة السابعة. الله يسلمك خويا عمار، السلام عليكم، بارك الله فيك خويا عمار. حبسنا في كي دخلنا للنمسا خويا عمار، قلت لك انا وليت نحوس على لابوليس، نحوس كنا نحوسوا على الدخان وعلى لابوليس، وما في زوج كنا عندنا شحال ما تكيفناش، على 3 ايام ولا 4 ايام مع حاجه كالمونك وكذا ما قدرناش. مع اللي انا صاحبي اللي معايا تاني في مار تاني يتكيف بزاف. المهم بقينا ندورو في الفيلاج حتى لقيناهم وقفوا معانا، وماشي لا بوليس، حبسونا العسكر تاعهم تاع النمسا. المهم وقفوا معانا ناس، انا صاحبي هو اللي كان يهضر معاهم باللونجلي شويه مليح، كان يهضر باللونجلي بيان بيان، هو اللي كان يترجم، هو اللي يدبر راسه. قلت له انت الا باسي حتى انت تباسي، نقول لهم انت اللي جبتنا دبر راسك. المهم لا علينا، حبسوا معانا، يعطونا هذوك واحد لي نيلون تاع على البرد باش نلبسوهم على البرد. مع اللي شافونا في حاله لا يرثى لها، مشمخين اخويا عمار، احسب انت استروادي قاع يدوروا ويطلعوا لك الماء، ماشي بالساهل خويا عمار. ربي اللي عالم وخلاص، انا راني نحكي لك هكا بصح الشيء اللي فوتو في الطريق هذيك ربي اللي عالم. الموت وليت نشوفها، وليت نشوف في هذوك الناس، دخلت في عالم واحد اخر خويا عمار تحت الرومورك، ودخلت في عالم واحد اخر ربي اللي ستار. المهم جاو لينا فتشونا طق طق منا، ما كاين والو ما كاين والو، نو بروبليم نو بروبليم. رفدونا في الطوموبيل تاعهم، اوب داونا من بعد داونا لواحد الكامب في الحدود، جايين في الحدود اكزاكت في الخط الحدودي ما بين هنغاريا والنمسا. هاو كنا لما هادو رجعينا لهنغاريا، هادو راح يلعبوا بينا. هاو هادي ما فيهاش، راني ندمس ديجا اللي سلمت روحي انا، وبدينا نديروا في الحسابات اخويا عمار. المهم دخلنا للكامب هذاك اخويا عمار، هو شغل كازيرنا تاع عسكر تاع الحدود، ودايرين فيها هكا السرة سبيسيال للحراقة، يجيبوهم يبصموك تما اخويا عمار، يديروا معاك انترفيو تما، ومن تم يرفدوك يديوك للكامب، كامب مفتوح. المهم بيتونا هذيك الليلة تما، وصلنا في الليل حنا على كل حال، وصلنا باقي لنا شوية 10 تاع الليل، اللي جابونا من البلاصة هذيك حتى للكامب هذاك، لحقت بينا 10 تاع الليل. دخلنا لقينا خوتك الحراقة معرمة تما، ما كانش العرب قاع افغان وهنود وباكستان، قاع كانش، لقينا واحد عربي واحد مغربي وخلاص، هذا واش لقينا. وحنا زادوا جابونا مورا هذاك المغرب. المهم نوضنا الصباح، عطاونا الفطور تاع الصباح، داونا بالصمونة، دارونا انترفيو كل واحد هاك تعرف الانترفيو كيفاش، فوتنا عند لابوليس. المهم فوتنا الانترفيو، عاودو ردونا وين كنا نرقدو، وبداو ينقلو فينا بالواحد. بيسك علاش؟ انا كانت عندي بصمة ديجا في اوروبا من قبل، انا شدوني، وصاحبي عنده بصمة تاع بلغاريا تاني شدوه، والاخر اللي كان معنا ما عندوش بصمة طلقوه، هو الاول اللي داوه جوية 9 تاع الصباح. تم دخلت سويس تاع الصح، انا وليت نشوف في البلاد ديريكت خويا عمار، كنت هادو دوك يلعبوا بيا، يديوني الحبس الورق، ومن تم يخدموا لي الخدمة ويديوني. وهي نو، هي بالعكس، هما يبداو يسبقوا باللي ما عندهمش البصمة، ومن بعد اللي عندهم البصمة حاجة خلاف. المهم فرزوا هذوك اصحاب اللي ما عندهمش البصمة، فرزوهم اللي كيداوهم، بقينا احنا اصحاب البصمة. لمونا في كار، كنا بالك واحد 35 واحد وكيلا، ولا 40 واحد، بالك كتر، بالك واحد 50 واحد كنا، هادو كاع مبصمين، اللي مبصم في بلغاريا الا انا في وسطهم، اللي مبصم في هنغاريا من قبل. رفدونا في الكار هذاك. المهم وبداو يدوروا بينا، داروا بينا قريب النمسا كامل اخويا عمار،
يحوسوا لي كامب معمرين لهنا، عباك الشعب اللي يدخل للنمسا في هذاك الوقت ما يخرجش، الدروك هكا اللي يدخل للنمسا ما يخرجش، علاش؟ البرد، ما يحبوش يزيدوا من فوق النمسا، يقول لك الروبوزي هنا ومن بعد يدير الهرب بيتاوين. ما عليناش، بداو يدوروا فينا، يدوروا بينا، داونا للكامب الاول معمر، الكامب الثاني معمر، الكامب الثالث معمر، الكامب الرابع معمر، الكامب الخامس معمر. يا خويا عمار ما لقاولناش الحل. الحل اما هو الحل، الحل كاين كامب وحده واحد الكبير كاع جاي بعيد على العاصمه فيان ب 19 كيلو تريسكيخان معروف. المهم داونا تما، احنا ما كناش نعرفوا هذا تريسكيخان ولا الكامب ولا قريب لفيانا ولا ما قريبش، مع اللي ما عندنا والو. المهم وصلونا، دخلنا عطاونا بلايص، دخلنا. انا ما نكذبش عليك، اول حاجه درتها خويا عمار تلاقيت خاوتنا مغاربه، واحد ثلاثه مغاربه مع صاحبي انا سيبارا، وه من معايا صاحبي اللي معايا سيبارا، وهو داو شومبره وانا قلاوني في شومبره. المهم الحاجه الاولى قلت للمغاربه هادو، قلت لهم رحم الوالدين كاين الدوش هنا ولا ما كاش؟ قالوا لي كاين ما سخون، قالوا لي ما سخون. قلت لهم انا نروح ندير تدويشه خاوتي حاشاكم، ونعاود نولي باش نقدر نهضر وباش نقدر ندير اي حاجه، ناكل ندير اي حاجه. رحت اخويا عمار زيت حوايجي، رحت حاشاك دوشت بيان، نقيت روحي غايه بيان بيان، عاود وليت ريحت مع جماعه هادوك مغاربه، ريحت معاهم شويه. المهم نحكي وقت تعرف على الطريق، وهاديك ريحت اخويا عمار رقدت. المهم ديسكيتينا شويه مع كان بنادم عيان وشحال ما رقدت، وهاديك رقدت تم، رقدت تاع الصح، رقدت رقده ملي ديماريت من الدار، ما رقدتش رقده كيما رقدت في النمسا اخويا عمار. هذيك اول ليله تاعي كيما نقولوا الاز، بلا بلا ستريس، بلا بلا مشاكل، بلا حتى حاجه. رقدت خويا عمار نط الصباح، تلاقيت صحيبي. المهم ديرنا بروغرام، قلت له فوالا، قلت له كيفاش نديرو دوكا، نمشي ولا نزيدو شويه ولا كيفاش؟ قال لك نروبوزي. قلت له نروبوزي وماشي مشكل، يا با بروبليم نروبوزي اخويا، ما كان حتى مشكل. ريحنا خويا عمار. ومن بعد تجيني الفكره، انا عيطت لواحد صاحبي في لابولون خويا عمار، هذا كان معايا في، كان معايا في حبس الورق في 2016 سكيكدي عاشور، ربي يذكره بالخير، ربي يسهل له في اموراته ان شاء الله. اتصلت بيه عاشور، صافا صافا لاباس لاباس. قلت له راني في لوطريش، قلت له فالاك تعرف، قلت له الواحده ومخصوص، قلت له كاش ما تعرف كاش. ومن بعد فكرني، قال لي فلانه وتما، هذا سيد تيارتي امين ربي يذكره بالخير، هذا كان تما في النمسا. انا ما كانش على بالي باللي راه في النمسا، انا قلت بالك مشى ولا بدل البلاد ولا مانيش عارف. قلت والله غنتصل به، مع اللي هو من ناحيه هذيك النقطه الخضراء من الفيسبوك ما تقدرش تعرفوا اسكم كونيكتي ولا ماشي مكونيكتي، ما يبيبليه ما والو، ما تعرفوش اصلا اسكو هذا الانسان راوي كونيكتي ولا والو. قلت على الزهر عيطت له، ابل عيطت له يرفد عليا على الزهر، مانيش عارف ربي. السلام عليكم، السلام، صح امين، عرفني يا واد فاصل، انا ما بدلتش فيسبوك، ما هو ما بدلش فيسبوك، خلاه هو هو، صح امين، صافا صافا لاباس لاباس بيان غايه، وهذا واش راك وكذا. قلت له الحمد لله، قلت له راني في لوطريش من الاخر، قلت له راني في لوطريش وراني في تريسكيخن، قلت له انت وين راك؟ قلت له راني مخصوص من الاخر، قلت له تعرف راني داخل عندي يومين ملي دخلت، قلت له دبر راسك بيا. قال لي با بروبليم، قال لي اروح لعندي نتلاقاو في بلاصه الفلانيه. اي رحت مشيت عنده، عطاني اللوكاليزاسيون تاعو، بوانتيتها في المابس، ومشيت مشيت لعندو تلاقيتو، يعني كبر بيا بارك الله فيه، قهواني عشاني، يعني ما خلاش، شرالي الدخان. المهم قصرنا هذيك العشيه تما، ومن بعد عاود وليت انا للكامب. المهم قال لي غدوه ولي، غدوه من داك عاود زدت وليت لعندو، يعني تهلا فيا ربي كثر خير، هو اللي عطاني، عطاني حوايج، عطاني سروال، عطاني ترينينغ، عطاني كل شيء خويا عمار، كل شيء حوايج دخلاني كل شيء، عاود لبسني من فوق لتحت خويا عمار، ما خلاش عليا كاع. وزاد عطاني مكتوبه،
المهم قلت له انا ما راحش نقعد هنايا، قلت له انا نكمل بربي ان شاء الله الطريق تاعي. قال لي دبر راسك، قال لي حبيت تريح ريح، قال لي حبيت تكمل كمل، الله يسهل عليك. قلت لي ما انا نقدرش نوقف لك في الطريق. ريحت اخويا عمار 25 يوم خويا عمار في النمسا، روبوزيت بيان، تبدلت الفيزاج تاع وجهي، ريحت من هذيك الطريق وهذاك هذيك تماره، وبديت نندمج مع الناس. انا كنت نشوف لا بوليس متخبى، وليت نمشي قدام لا بوليس نورمال، شغل بدات تروح لي الرهبه هذيك. ومانطون في نفس الوقت راني نخمم الحلقه واحده اخرى، راني نخمم، راني مبروغرامي كيفاش نمشي من النمسا لفرنسا، وانا دورو ما عنديش خويا عمار، اورو ما كاش. هيا بقيت نخمم. ومن بعد بداو يخرجوا الجماعه من عندنا من الشومبرا، بداو يخرجوا يومين هكا، تعيط له يقول لك انا في فرنسا، واحد يقول لك انا في الطليان، واحد كدا، وكيفاش مشيت؟ يقول لك انا مشيت في التران بلا تقطع بلا والو. هيا على ربي نديروها كيما درتوها انتوما. درنا بروغرام، درنا نهار انا وصاحبي حمزه، كنا نتكلوا على ربي، تكلنا على ربي نهار نهار تاع السبت، نهار تاع السبت طلعنا لفيان، عسينا على التران اللي يدي للطليان، اللي يدخل على لو اسمه على سويسرا، زوريخ، زوريخ يدور لو اسمه للطليان. ركبنا، ركبنا، قعدت انا في جا الكونترول تيكات، قلت له ما يا با تيكات، ما عنديش تيكات. قال لي تقدر تجي لهنا، قلت له با بروبليم. عاود جابني عند الباب وين يهبطوا، وين يهبطوا الغاشي. قال لي لابروشان اري تهبط، قلت له ماشي مشكل، قلت له نهبط. ايا وبلعنا الباب، بيسك علاش هذا ترا مقسوم، كاين فاقوات اللي فيهم كراسة، وكاين فاقوات هذوك اللي فيهم شنابر خويا عمار. انا ركبت في اللي فيهم الكراسة، ومن بعد كي وهما بلعوا لنا هذيك اللي فيهم الشنابر، وانا صحابي كانوا فاتوا، كانوا دخلوا سمارو بلع عليهم، هما ما يهبطهم ما والو، انا اللي نهبط. وليت نعيط لصاحبي في التليفون، قلت له فوالا فوالا، قلت له لاري دوزيام هذا اللي هو جاي، قلت له راح يهبطني الكونترول، قلت له دبر راسك هبط ولا شو كيفاش دير. هبطت انا للارض، نشوف صاحبي هاوليك عند الباب، حتى لقيته عبز على القفلات، فتحت الباب، خزرت في الكونترول انا هاك من ومن كونترول قدامي، واقف قدامي. عاود زدت ضربت انا، زدت طلعت ديريكت ام خويا عمار، هبطونا احنا في الخمسه. انا اللي صدقت من هذوك الخمسه، الاخرين الربعه قعدوا لتحت، وانا عاودت منطيت، طلعت فتح لي صاحبي الباب، انا طلعت ديريكت، طلعت بلعنا الباب، بلعنا الباب وهربنا في وسط الكروار هذاك اللي فيه الشنابر. قال لي روح روح، قال لي كاينه ضربه شابه، وما كانوا ضاربين مع واحد وكيل طلياني ولا مانيش عارف منين، المهم مانيش عارف، كان غير هو راكب وحده تما، وكان معانا واحد مغربي تاني، هو تاني هارب تاني بلا تيكي. دخلنا لهذيك، دخلنا له اسمها لهذيك الشومبرا. المهم هنا يهبطونا، هنا يهبطونا، ما جاوش في ريفا وكاع اخويا عمار، ما جاوش، ما زالش جا هذاك الكونترول، انا ما زلت شفتو نهائيا. المهم مشى الليل كامل هو يمشي يا اخويا عمار، طلع علينا النهار، دخلنا ليشتينشتاين يا اخويا عمار، شافي عليها ما طلع النهار، دخلنا ليشتينشتاين، وهذيك ليشتينشتاين صغيره، دخلها خرجها ديريكت، دخل بها يا ربي ما حبش فيها، حبس فيها يا ربي اري واحد، اري واحد وكمل، كمل في الدخله تاع سويسرا، حبسونا، جاونا لابوليس تاع الحدود هذوك الديوانه وغيره ولا مانيش عارف، هبطونا يا ودي كي هبطونا. انا كنت نحسب في روحي غير انا وجماعه اللي معايا الربعه هذوك، 30 واحد خويا عمار كاع هاربين في الترام، 30 واحد باينه باللي يعطينا الكونترول. هبطونا داونا، انا كل صاي خلاص دوك زيد عاود رجعنا للنمسا، وتعاود بدا رحله جديده وكذا، وليت غير انا نتخايل، انا غير نتشعم في الرحله تاعي، نكذب عليك. المهم داونا بصمونا، بعد زوج صباع اخويا عمار بصمونا، خرجونا قالوا لنا يا روحوا، ما داروا معنا لا اجراءات لا والو خويا عمار، ما با 5 دقائق خويا عمار، دخلونا على باب، خرجونا على باب، ادخل بصم، اسمو النقمه، وفوت
ديريكت تلقى الباب دوزيام من هيك خرج ديريكت. خرجنا اخويا عمار، جا الترا الاول ما خلاناش نطلعوا، زاد جا الترا الدوزيام ما خلاناش نطلعوا، احنا بقينا مسمطين لهم تما، هما بغاونا نخلصوا له نخلصوا التيكي، قلنا لهم ما عندناش. بقينا تما اخويا عمار، ومن بعد زاد وصل ترا واحد اخر من لوتريش اون طون، وصل واحد اخر بداو يهبطوا في الحراقه، كي شافوا الحراقه هبطوا. هيا ديك الساعه جا واحد تاع زوريخ، هيا طلعونا فيه بعتونا احنا الفاقه الاولى. وصلنا اخويا عمار لزوريخ، بلاد جديده، حاجه جديده، ماشي كيما لوتريش، ماشي كيما البلدان الاخرين، تتبدل عليك الدنيا، لغه تاني جديده. المهم انا واش كنت على بالي خويا عمار، كان عندي كونتاكت مع واحد صاحبي مغربي، فات خرج من عندنا من الشومبره هذيك، بقيت غير معاه في الكونتاكت، نعيط له في الواتساب خويا عمار كيفاش دير. قال لي عاود اطلع من زوريخ جوناف ديرك، قال لي عاود حرق ديرك في الترام كيف، قال لي ما تخلص ما والو ديرك. عاود زيد ضربت، دبرت كونيكسيون، ضربت في اسمه في المابس، شحال يوصل للترام، لقيته غير كي ما بقالوش بزاف ويجي. بقيت واقف عند لاري عند ستاسيون تاعو، جا الترام، ركبت، تمونطيت خويا عمار، تمونطينا انا واحد صاحبي التروازيام، طيحوه اللي كان معايا حمزة، طيحوه، وبقينا انا واحد اخر هذاك ما كانش معايا في الرحلة نهائيا، حتى لقيتو لصق فيا، يا قلت له على ربي يعني ما راحش نديك فوق داري، مشي برك ما تقلقنيش وخلاص. وهو من هذوك الناس اللي يسقسيو بزاف اخويا عمار، وخدم لي الرحلة تاعي، نكذب عليه، قلت له شوف بعينيك وخلاص، قلت له رايح فرنسا، قلت له انا تاني راني رايح فرنسا، رانا رايحين كيف. المهم تمونطينا ركبنا، زاد حكم بينا. المهم من زوريخ لجنيف كاين بالك واحد الخمسه ليزاري خويا عمار، المهم ثلاثه ليزاري على بالي، متاكد من روحي بلي فوتهم، ما طيحونيش الكونترول، قعدت نلعب معاه، نطلع له البريمير ايطاج، نهبط منا، ندخل من ندور من، ندخل هاك، ندخل الطواليت حاشاك، نعاود نخرج. المهم ثلاثه ليزاري فوتهم، الرابع قلت بالك ما يجيوش، قلت نروح نريح وعلى ربي. قبل ما نلحقوا الاري الرابع حتى لقيت الكونترول وقفت فوق راسي، قالت لي تيكات، قلت لها انا تيكات، قالت لي كارد ايدونتيتي ولا باش ندير لك بروسي ولا، عطيتها انا تاع لازيل تاع النمسا، شافت معايا، قالت لي ما تمسخرش بيا، قالت لي عطيني وحده نورمال، قلت لي هذه ما تكزيستيش، قالت لي وحده اللي فيها لادريس باش نخدم لك عليها، قلت لها ما عنديش، قلت لها هذا واش عندي، قالت لي نعيط لابوليس، قلت لها عيط، قلت لها نورمال ورا المشكل. ما با واحد ربع ساعه حبس الترام، حبس الترام، قلت انا زدت وسوست، خفت تعطيني مع لابوليس، قلت اللهم نهبط ونعاود نبدل الفاكو ونركب ونزيد نكمل. هيا بدلت، انا بدلتها كاع، بدلت الفاكو، رحت للوالا كاع، رحت عاود طلعت، بقالي اري واحد تسمى ونوصل لزوريخ لجنيف. او طلعت خويا عمار، مازال جا عندي الكونترول نهائيا، حتى وصلت لجنيف، وصلت لجنيف خويا عمار، بقيت كونتاكت مع صاحبي، يجي ما يجيش، يجي ما يجيش. ومن بعد قال لي فوالا بلي انا مداوني الوسمو الحدود تاع الطليان، مداو الكامب واحد اخر، قلت له الله يسهل، قلت له المهم انا راني داخل فرنسا، قلت له المهم والحق بيا وخلاص، هذه هي، قلت له باش ما نتعطلش، انا نقعد هنايا ياكلني غير البرد، قلت اللهم نكمل في الترانات اخويا باش ما يهلكنيش البرد. هكذا كان الحال، بقيت في جنيف من الربعه تاع العشيه اخويا عمار حتى 29 تاع الليل، وانا في جنيف في لاكار، ما خرجتش من لاكار تاع جنيف، من لاكار ما خرجتش، قعدت غير نستنى، في كانوا جماعه تاني جايين، كنت نستناهم وعلى ربي. من بعد لقيت 29 وصلت، ما كانش. من بعد زدت ضربت في المابس، لقيت غير تراوح واحد اللي بقى اللي يدي من جنيف الانسي هذه في فرنسا، يدخل على انماس انسي، قلت انا نتمنطى فيه، واللي جات ركبت، ايش على ربي لا كونترول لا والو خويا عمار، حتى الانسي بالك واحد 40 ولا 50 كيلو هكاك، ايا ما هضر معانا حتى واحد، ما لقينا كونترول، ما في الفاكو كنا راكبين احنا، غير احنا في الزوج برك، ما فارغ ترى فارغ، هو الاخر كاع هبطنا في انسي يا خويا عمار،
رانا في فرنسا يا خويا عمار، ومن بعد حنا هكا وشفنا التي جي في دخل، حنا عم بالنا التي جي في هذا رايح لباري، دخلنا جاريين لاكار، طلعنا حنا طلعنا في التي جي في، التي جي في صاي جا من باري ماشي رايح لباري، جا من باري صاي حتى الغدوه الصباح باش يعاود يديماري، طلعنا حنا في التي جي في هذاك، طلعنا ومريحين حتى لقينا الكونترول جا لينا، قال لنا ترميني صاي، قال لنا تقدروا تهبطوا ضروري. بعد قلت لصاحبي رانا غلطنا، قلت له هذا جاي من باري ماشي رايح لباري، انا اللي غلطت. هيا المهم خرجنا لتما حدا لاكار اخويا عمار، كانت عندي كان عندي واحد لاتوني تاع شغل ديرتها سبيسيال للرحله، قلت حتى ولو كانت تقدر عليا ومن بعد برا نلبسها باش ما نوسخش قشي، وهكا كان الحال. هذيك هي اللي نفعتني هذيك لاتوني، لبستها صاحبي هذاك باقي غير يشوف ما فهم والو، لبست لاتوني لبست بيان 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 خويا عمار، وسط الطروطوار خويا عمار وعطيتها برقدة عند الباب تاع لاكار تاع انسي، في الباب اكزاكت، شفت كي يجيو يفتحوا الصباح لازمهم يفوتوا فوق مني باش يدخلوا لاكار. المهم رقدت رقدت انا خويا عمار، رقدت رقدت صح والله، غير كي اللي راني في الدار في الدفا وكلش، رقدت خويا عمار. طلع الصباح الخمسة فتحوا لاكار، نشوف نوت انا ما فهمت والو، قلت الغاشي فوق مني يفوت ما بانوضوني ولا ديرونجوني ولا لقاوني هكا كيحسبوك يقول لك بالك كاش مهبول ولا كاش مريض ولا حاجه هكا، وانا بقيت راقد نوت قطيت الشعب ما فهمت والو، ما كتعرف كيفاش تنوضوا هذيك من الدوخه وهذيك. شفت شفت قلت لصاحبي، قلت له وقتاش فتحوا لاكار؟ قال لي غير كيما فتحوهم. قلت له التراه مشى ولا مازال؟ قال لي ومازال. رحت دير طلع على التي جي في انا لقيتو مازال، شفت في الطابلو لقيتو دي ماري 5:25، سما ما بقاتلوش، بقاتلو يا ربي واحد ربع ساعه 10 دقائق ودي ماري. دخلت لاكار خويا عمار هوب ونعاود نتمونطا كيف كيف خويا عمار، طلعت في 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 الفيبا خويا عمار، ما عنديش دور ولا، وطلعت في في اي بي خويا عمار شغل تاع تاعي انا ترى هذا، طلعت لهم غير في بلاصه وين ما يجيوش هما، وهكا كان صح اخويا عمار. ركبت انا صاحبي قلت له المهم نسيباراو على بعض، انا انت ركب وحدك وانا نركب وحدي، واش نيا انت تعرف. هيا حتى لقيت واحد المدامه جات ريحت قدامي يا خويا عمار، هي اللي كوفراتني خويا عمار، هي اللي خدمت لي اكثر من نصف الطريق من انسي لباري اباك، وانا زدت كوفت روحي خويا عمار كي ركبت مع اللي ما شغل بانت لي ما زلت ما رقدتش مليح، رقدت رقدت ماشي غير كونترول ما والو، بقات لي بقات لي 60 كيلومتر اخويا عمار كي ضربت في المابس، بقات لي 60 كيلومتر على باري، حتى قلت لي كونترول وقفوا فوق راسي، قال لي التيكات، قلت له ما عنديش، قال لي كوارط ولا حاجه كارد ديدونتيتي باش ندير لك بروسي، زدت كيف كيف نفس الحكايه، ولات هذيك تاع النمسا هي اللي تسلكني، جبت تاع النمسا قلت له هاك، قلت له خدم بروسي لا حبيت، قال لي هذه ما تكزيستيش، قال لي اعطيني ادريس في فرنسا، قلت له انا ما عنديش انا نعرف الادريس انا، مهم ما عليناش. عيطوا لي لابوليس يا خويا عمر، جاني واحد بوليسي شو ربي كيحب يسهل الامور اخويا عمر يسهلها، انا قلت صاي دوك يديوني للديبو ولا حاجه هكا ولا كاردافي ولا، المهم يصرالي يصرالي مشكل. بعد نوضوني من عند المدامه هذيك، جات واحد المدامه واحده اخرى قالت لي خويا، قالت لي تيكا النيميرو تاعي، ها قلت لها نو بروبليم، رحت قعدت مع صاحبي نوض من عند سما، كي نوضت انا من عند المدام هذيك تفرشت صايب، كي جات الاخرى قعدت في بلاصتها تفرشت انا، ريحت مع السيد جاو لي كونترول قربعوني، قلت لك جابوا لنا البوليسي، البوليسي هذاك واش دار؟ لا ما جبت تليفون هكا شد لي كارت هذوك فيه زوج لونسا، ما كاين والو ما كاين والو، قال لهم انا فهمت هكا، انا ما نعرفش نهضر فرونسي بصح نفهم كي يهضر، قال لهم انتوما هكا كي لقيتوه بلا تيكات خويا دير لي برو دير لو بروسي وطلق يروح، هادي هي هذا هو القانون، قال لهم انا ما نقدر ندير معاه والو، قال قالوا له فوالا وحار ايوا بري، قال لهم انا لونسيتو ما كاين حتى حاجه هذا الانسان وطلق يروح، قالوا له لادريس اللي نديروا له عليها بروسي، قال لهم شت لادريس هادي اللي راكم فيها انتوما البلاصه اللي راكم فيها دير له عليها وخلي، وهكا كان صح، دار لي على لادريس هذيك، والله ما على بالي واش من بلاصه في الدخله تاع باري هنايا، واش من بلاصه دار لي عليها لادريس،
ضربوني ب 280 اورو. المهم تما ماشي غير زيد طلعت الفي اي بي، زيد رحت لبلاصه باش نزيد نهبلهم. زيد رحت لبلاصه كراسه تاعها ماشي كيما تاع هذوك التحاته، بلاصه بيان، كنت مخلص 280 اورو بروسي واقيلا باطل. وريحت له تما، هو باقي رايح جاي ويشوف معايا هكذا بشط عين، قلت له شوف ولا ريح. حتى وصلت لباري خويا عمار، والمشكله وصلت لباري يا خويا عمار، كاردو ليون سمالة تاع سبادري طاحت لي يا خويا عمار، تقطع يا بدي كارثة. ايماجيني خويا عمار في لا كاردو ليون، في كاردو ليون ترينينغ فيه السمالة وترينينغ ما فيهش السمالة، ماشي الناس يشوفوا معايا يقول لك هذا بالك مريض، بصح كي يشوفوا مع رجلي يشوفوا السمالة، وحدة كاينة وحدة ما كان. والله العظيم غير في وسط طاري يا خويا عمار، سمالة كاينة وسمالة ما كانش. هزيت التليفون قعدت نحوس على الواي فاي حتى لقيت الواي فاي، اتصلت بوليد خالتي هذا ربي يكثر خيره، قلت له يا خويا سمير، قلت له دبر راسك، قلت له راني في لاكار دو ليون، قلت له ترينينغ ما عندي، صورته له هكا في الواتس وبعثته له، قلت له هاي حالتي، قلت له جيب لي ترينينغ وروح، قلت له من بعد نحكيو الحكايات الاخرين من بعد. المهم يعني الحق سناني، قال لي سناني نص ساعه، هكا كان الحال نص ساعه تلقيته عندي بارك الله فيه. تم خلصت الرحله خويا عمار، وكيما نقولوا والحمد لله كي وصلنا لاباس، وفرحنا الوالدين اللي كانوا مشطين كانوا مقلقين علينا، فرحت خويا، الناس اللي يحبوا لك الخير واللي كانوا معاك في الطريق وكذا، الحمد لله كيسمعوا علينا اخبار الخير، والحمد لله ورانا في باري يا خويا عمار، ورانا بدينا الغربه تاعنا، وربي يوفقنا وربي يقدرنا. وهذا ما كان، هذا واش نقول. وش هو الشعور تاعك كي حققت حلمك؟ والله باش راه حلم هذا. والله يا خويا عمار انا الحلم تاعي ماشي هذا خويا عمار، انا الحلم تاعي ماشي اوروبا خويا عمار، انا اوروبا جيتها من قبل خويا عمار، والله ما الحلم تاعي اوروبا، انا الحلم تاعي هو في البلاد، كيفاش نحسن الوضع تاعي وكيفاش نريق اموراتي. انا والله والله ربي وربي شاهد على واش راني نقول، ما بيا اوروبا، ما بيا ورق، ما بيا حاجه خلاف خويا عمار، بيا نحسن لاستياسيون تاعي ونهبط. غدوه لو كان نحسن لاستياسيون تاعي خويا عمار نهبط، نكذب عليك ما نكذبش عليك، هذه هي صراحه تنقل. انا ما نكذبش عليك، انا داير بروغرام في راسي، وربي يقدرني وربي كيما نقولوا يفتح لنا بيبان الخير برك. 4 سنين 5 سنين خويا عمار لو كان يطول ربي العمر نهبط للبلاد، يا ربي ما درت والو، نكذب عليك خويا عمار ما نكذبش عليك. الحمد لله الانسان تابع طريق ربي، ماهوش خارج من طريق ربي، ندعي ربي وفقنا ربي اللهم بارك، ما وفقناش اللهم بارك خويا عمار، ما نفرسيش المكتوب خويا عمار، هذه هي فهمت كيفاش خويا عمار، هذا هو الاتجاه. انا انت توصل اوروبا والهدف تاعك تخدم وتبعث دراهم ودير تاويل في البلاد. حب انا ما نكذبش عليك، انا البيت تاعي في الدنيا هذه كاع راكب على حاجه واحده خويا عمار، هي الوالده تاعي من الاخر، راكب على حاجه من الاخر خويا عمار، كاين كل واحد كيفاش هو يشوف فيها خويا عمار ياك يعني. والناس كامل ماشي ما يصارحوكش كيما نقولوا، يقول لك تقول له علاش جيت لاوروبا، يقول لك كذا وكذا وكذا. قلت لك خويا عمار انا نحكيها لك، انا لو كان نحس لاستياسيون تاعي في البلاد، نحكيك على نفسي، كل واحد يمثل نفسه خويا، لو كان نحس لاستياسيون تاعي غدوه نهبط خويا عمار، غدوه نشري البي نهبط، نكذب عليك، هذه هي. والحمد لله ورانا عند الرجال ورفدونا، وكيما نقولوا ربي يكثر خير الرجاله والله يقوي نمثالهم، ماشي سهله. قول لي انت واش هي المهنه تاعك انت، واش تعرف دير؟ والله يا خويا عمار انا تاع شونطي خويا عمار، انا تاع شونطي كاتيجوري خويا عمار، ما في البلاد بانتورا تلباس كلش، لا بانتورا ما نخدمهاش، مي تلباس بنيان كوفراج فراياج كلش هادوك نخدمهم، مام لامين ويزري وخدمت تاني خويا عمار، مام في البلاد وخدمت لامين. مهنة مليحة بعد. اه. مهنة مليحة. والله رانا نسعى اخويا عمار، ورانا نوضو كل يوم، والله لا كل يوم يا خويا عمار غير 5 تاع الصباح راني هم يعرفوا هادوك كي نهضر هذه الكلمة يعرفوها، انا ما نفوخ لك ما والو خويا عمار. نورمال الحقيقه نقولها، انا على 5 تاع الصباح نخرج للبلاتفورم ونسترزق ونشوف، لا جاب ربي جاب، ما جابش راني مولي للدار وخلاص، هذه هي. ما باش نروح نسرق، يجوني دي زوكازيو تاع السرقه خويا عمار، يجوني دي زوكازيو تاع صوالح بلا ما نحكي لك خويا عمار، نو ما
نو 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 اخي، انا لو كان حبيت في هذوك الصوالح خويا عمار نخدمهم في بلادي وما نجيش لبلادات الناس ونديرهم. ندعي ربي، ربي يوفقنا وربي يقدرنا، وهذه هي وكل حاجه تجي بيد ربي، ما كانش واحد يسبب لك الرزق هذا وربي هو اللي يمده وخلاص. انت سبب وشد في ربي وربي ما يخيبكش، والله ما يخيبك والله. كيما كيما ربي وصلني من الجزائر لهنا فايت 10 بلدان اخويا عمار، كيما ربي يعطيني رزقي هنايا والحمد لله ونورمال، ما حتى ولو كانت تعكس لي في غربتي نورمال عادي، راني تجربه في الحياه وهذه هي نورمال، يا با بروبليم عادي جدا، ما عنديش مشكل والله قسما بالله اخويا عمار. انا نشوفه فيها كيما نقولوا، انا نشوفه في عباده، راني نشوف هنا والله قلبي يضرني قسما بالله يا اخويا عمار. انا لو كان جيت من هذوك العباد غدوه شريتي كان هبط للبلاد خويا، نهبط خويا ما نخدمش هذيك الخدمه انا اخويا عمار، ما نكذبش عليك. انا باش نزيد نقول لك هذه حاجه وديرها مليح في راسك اخويا عمار والناس. انا عندي خويا وهنايا 12 عام راه في 13 عام كنت نعيط له غير يعاونني في الطريق، ما رحتش حتى لعنده، ما رحتش لعنده، ما حوشت نزيد نتعب خويا معايا، حوست نكري روحي بروحي. الى خويا هذا شاف لي خدمه ماشي مشكل، كتر خيره ونروح نخدم، بصح حوايج خلاف باش نعييه في راسه ولا في غربته ولا ما نزيدلوش الشقه تاعي، هو بلا ورق انا بلا ورق، شويه حاجه ما رانا نديباني حتى يفتح ربي وكيما الناس كامله هذه. انا ما عنديش بزاف من اللي وصلت خويا عمار، عندي 15 يوم اللي وصلت لفرنسا. الله يبارك من جديد يا حسن. ايه مازال غير 15 يوم اخويا عمار وما نكذبش عليك، طرواجور بديت نسعى خويا عمار، نروح نافيكي نشوف ندبر راسي نخدم من ندير من بريكولا من هذه هي، هذه هي لازمك تسعى وخلاص. هذا هو مال الرجال اخويا داود. الحمد لله الحمد لله، وكيما دي قالوا كيما نقولوا احنا ربي يقدرنا وخلاص، ربي يقدرنا على حاجه تاع حلال ان شاء الله. الا كان ربي يشوف هذه ها هي حرام يبعدها عليا، لو كان يشوف مليون اورو حرام يبعدوا عليا، ما نسحقوش خويا عمار ما كذبش عليك. وفي الطريق في الطريق في الطريق اخويا عمار ويجيو دي زوكازيون، انا شفت عيبان، انا كان يخرج من معايا من الشومبرا اورو ما عندوش، العشيه كي يدخل يدخل ب 1000 2000 2000 اورو، بصح حرام فهمتني كيفاش خويا عمار. ما نديرهاش هذيك السلعه ما نديرهاش، انا قرو دخان ما نسرقوش، ماشي راني نكبر بروحي ولا خويا عمار، هذه ربي وشاهد غدوه راح نتحط في قبري وحدي خويا وراح نتحاسب شهادة ربي خويا ما يساليش ربي. يا لو كان حباقة محسرقتها الواحد ولا ديتها الواحد في الطريق هذه اللي خدمت، وهذه هي ربي يقدرنا وربي يسمح لنا من ولينا هذا ما كان والله. اخويا داود ربي يوفقك ان شاء الله، ان شاء الله خويا عمار وبارك الله فيك. صافي ان كرون بليزير كي خدمنا هادو السبع حلقات اخويا عمار، وانت نيح من الناس، وانا كنت نشوف لي فيديو تاعك من قبل خويا عمار، قبل ما ندير علي ما ندير معاك كونتاكت اخويا عمار، وانا نشوف لي فيديو تاعك اخويا عمار. بارك الله فيك وبارك الله فيك وبارك الله فيك، كاين بزاف اللي نشحوا معاك في هاد لي فيديو اللي فاتوا في لي فيديو هكذا، وربي يفتح لهم بزاف بيبان، هذا يهز هذا وهذا يرفد هذا حتى تبان، وهذه هي وربي يوفقك اخويا عمار. اخويا داود ربي يبارك عليك سر، ربي يحفظك، وخلينا على اتصال داود مره مره عيط مره مره. باين اخويا عمار ما ننساوش حنا اخويا عمار، والو اخويا عمار. والله رانا هنا معلم مره مره اخويا في الله تيسر معانا. ايوا انت اخويا في الله ونتلاقاو الى شي طرباري اخويا ماشي مشكل، نتلاقاو باذن الله. ان شاء الله والله راه معايا صاحبي. نحب حتى ولو كان نجي غير تصويره معك يا خويا عمار، ماشي نجيو نشوفوك ان شاء الله نجيو ربي ان شاء الله بربي، هذاك هي تحصل الاوضاع باذن الله وتكون تلقانا خير من رانا عليها دروك. احنا نقول الحمد لله تلقانا في خدمه في خدمه فيكسي ان شاء الله يا خويا ان شاء الله. هكذا خويا عمار هي ديري شويه تجيك صعيبه ومن بعد خلاص كي اي واحد ويقول لي هكا، يقول لي لي بريميجور هكا ديما يجيو هكا الناس هي شهر الاول شهرين ثلاثة خلاص ديما الناس هي بالعام بالعام كتقبض شروحها ومن بعد كي تبدا تلونسي ربي يفتح لها. اسمع الناس 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 الطريقة اللي جابتها في ربع سنين، انت درتها في شهر ونص خويا فهمتني. انا الاولى درت فيها شهر عمار خويا، الاولى درت فيها شهر وهذه شهر و20 يوم. قولي بالراحة وش هو السر اللي خلاك توصل بكري وخلاك ما صاروش مشاكل وما نقول لك عما هو السر اخويا عمار، بدون احراج بدون حتى
حتى حاجه اخويا عمار. شوف، بعد على الزطله، بعد على الكاشيات، وبعد على ولاد الحرام توصل لاوروبا اخويا. من الاخر هادو هما ثلاث حوايج بعد عليهم وشد في ربي سبحانه ودعي ربي توصل لاوروبا. والله والله يا اخويا عمار، انا خرجت من الجزائر مع صاحبي اللي كان راح يخدم معايا رحله، وها ربي ما وفقوش، احنا نطلبوا له ان شاء الله يوصل في اقرب وقت. إن شاء الله بصح إن شاء الله. شوف ربي سبحانه وين بعتني، تبدلت حياتي ديريكت، زدت عرفت ناس خلاف وطريق خلاف وكلش. واش هي لازمك ديما ديما هذا 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 خليه ديما يخدم، ديما ديما يخدم، بيسك هذا ما جامي لا يرميك، جامي. إذا كان كنت في كامل قواك العقلية جامي لا يرميك. أنا السيد نحكي لك عليه كان معايا، نزيد نقول لك هذه يا عمار أخويا، هو اللي جاب لنا الضربة تاع الشباك تاع هنغاريا أخويا عمار، ريبا مازال في صربيا تأمن، هو اللي جاب لنا الضربة نورمالمون، هو اللي يخرج وحنا اللي نبقاو تما. هذه ايه ما هذه حكينا عليها، واحد فات عليا باكر. هذه 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 الحكايه اللي راني نحكي لك فيها، تعمل بربي، هو اللي جاب لنا الضربه تاع التغبه، هو بقى تما في صربيا وحنا خرجنا. بيسك علاش؟ علاش اخويا عمار؟ حنا ما كناش تاع هذوك الصوالح اخويا عمار، حنا كنا كونسيون، كنا مع مار الله غير تستاهل كل خير يا اخويا عمار. شحال اه عطيتك؟ غير عيسى. انا عطيتك، عطيتك نهار من وقتي ولا يومين؟ ايه وانت تستاهل، ماشي بحياتك بقى عليك كامل سر يا الله، خويا والله. بقى عليك سر وجهك خير خويا عمار. بقى عليك سر انا الله. تعجبني كي نعرف الناس اللي كيما انت خويا عمار، ما تكذبش عليك ربي يحفظك يا معلم، والله والله العظيم. صافي ان غرون بليزير خويا عمار والله. وبقى عليك سر. برك هذه شوف ديديكاس منا من عندي للوالدة، وربي يطول في عمرها، وربي يجمعني معاك في ساعة قريبة ان شاء الله يا يما، وبارك الله فيك. واسمح لي، اسمح لي بزاف بزاف، انت واختي وخويا سمحوا لي بزاف بزاف، تعبتكم في طريقي وسمحوا لي بزاف بزاف، وربي يقدرني ونعوضكم اكثر، هذا ما كان. وبارك الله فيكم حبيبي يا يا رب، عمار، وتحياتنا للناس اللي يعرفونا، اصحابنا احبابنا، الناس اللي ترضى لنا الخير. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، ونتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. هكا أخويا عمار. ربي يحفظك. امين يا خويا، خويا داود طلعنا في روحك، وربي يحفظك. خويا هكذا عمار هذه بركة، السلام. خويا عمار ناظر وفتح الدين، ربي يوفقكم وتوصلوا لأوروبا بربي إن شاء الله، والسلام بالعافية. السلام عليكم. ان شاء الله ان شاء الله. الله يسلمك خويا عمار، تعيش خويا عمار. ربي يحفظك خويا داود، وبقى الله عليك يسلمك. السر، وخوتنا المشاهدين والمشاهدات الله اللي عنده يسلمك. حكايه، عنده قصه حاب يحكيها عليكم، خواتي رسولنا في الانستغرام راه يلا منا، مرحبا بكم والسلام عليكم.